نيجي للكيك الياباني. الكيك الياباني الهش الرائع والخفيف، واللي ناس كتيرة جدا بنشوفه كيكة سبونج كده، ما بنبقاش فاهمين ايه ده. يعني في ناس كتيرة جدا ايه الكيك يا زوزو اللي بيبقى بالشكل ده. في منه كيك وفي منه تشيز كيك. احنا النهاردة هنعمل الكيك. سجلوا معايا المقادير. هنحتاج 6 بيضات، رشة ملح، ربع كوباية من الزيت، تلت كوباية لبن، نص كوباية سكر بودرة، رشة فانيليا، كوباية إلا ربع دقيق. عندنا البيض، تمام؟ أهو فصلته ما عدا بيضة واحدة، يعني من الخمسة هاخد 5 بيضات، هفصل الأبيض لوحده والأصفر لوحده، وبيضة هسيبها سليمة. هاخد أول حاجة عندي هنا البيض، هضربه لحد ما يبقى مرنج معايا. بسم الله، يلا بينا. بصوا بقى المرنج بتاعي بقى قوامه متماسك معايا. هسيبه كده؟ لا طبعا لا، اكيد. بصوا يعني لسه فيه شوية مية، لو عملته بالشكل ده وسبته ركنته هينزل لي المية بتاعته او زلال بتاع البيض، وهيرجع زي ما كان عبارة عن زلال. انا عايزاه اضربه اكتر من ده. هياخد معاكم شوية وقت اكتر، بس هيبقى معاكم حلو جدا. جربوها بالشكل ده، يلا بينا. عملنا المارينج بتاعنا طبعا زي ما انتم شايفين، عملنا كل حاجة بقت عندنا تمام جدا. نعمل ايه؟ ناخد المارينج ده اهو، وهنا مش هممني خالص حتى لو في مارينج اني انا هشتغل بيه لسه زي ما هو. هحط صفار البيض مع البيضة طبعا الكاملة، هنحط معاها الزيت، معاها سكر البودرة، معانا ايه تاني يا زوزو؟ معايا قرصة الملح، وعندنا الفانيليا، وعندي اللبن. هيفضل لنا الدقيق بس لا اقل ولا اكتر، تمام؟ هنا مفيش لو تلاحظوا بيكنج باودر او بيكنج صودا. عندي هنا البيض او المارينج اللي انا عاملاه هو اللي بيديني النفشة بتاعت ايه يا زوزو؟ بتاعت الكيكة بتاعتي، تبقى حلوة جدا، بديل رائع جدا للخميرة. يلا بينا، بسم الله. طيب ضربناها كويس جدا، هقوم واخدة الدقيق بتاع الكمية كلها وازودها، وضربة بسيطة وهاخدهم اضيفهم على المارينج بتاعي. الكيك ده ما بيتسواش كده، عايزه اقول لكم فكاشه طعمها حكايه. الكيك ده ما بيتسواش على النار كده، بنحطه في حمام مائي. ضروري جدا نحط الصينيه بتاعتنا في حمام مائي، لازم، وندخلها الفرن مده ساعه على درجه حراره 200. يلا بينا نكمل ضرب. تمام كده، احنا تمام جدا. هناخد ده كده، ايوه، يلا بينا. بصوا بقى الخطوة دي مهمة جدا في نجاح الكيك ده بالذات، يعني عشان نبقى عايزين نعملها كده اهو. هتأكد الأول ان كل المكونات بتاعتي بقت متجانسة، يعني حاجة واحدة، وهبتدي انزل بالخليط بتاعي على ايه اهو. انا اهم حاجة عندي في المكونات بتاعتي الدقيق، ابقى واخدة كل الدقيق اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. تبقى بنفس الطريقة دي، ونزل شوية هنا، شوية بس، يعني نص الكمية، ونسيب نص الكمية هنا، ونبتدي نخلطها بالراحة. ضروري جدا تخلطوها بالراحة خالص. ايوه برافو يا استاذ فهمي، عشان العجين ما يهبطش معانا، وعشان ده اللي هيديني القوام المنفوخ بتاعنا او المنفوش اللي بيبقى في الكيك الياباني. بيبقى طعمه حلو قوي، عايزه اقول لكم حكايه ولا اروع، بتبقى سبونج جدا الكيكه، بتبقى حلوه قوي. نستحمل الفتره الاولانيه، ضروري جدا كده اهي بالراحه خالص، نلفها بالشكل ده.
ما تجوش وتك تك 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 هتهبطوها، يعني لو ضربته جامد جدا وبسرعه قوي هنهبطها. ما انا ممكن اضرب عادي جدا او اخليها في العجان فمش هتهبط معايا، بس لا هي ليها شكل معين عشان تبقى الكيكه بتاعتنا مظبوطه. وكمان اتاكد ان كل حاجه بقت تمام، انا ما عنديش فيها بيكنج باودر، فانا عايزه اتاكد ان كل المكونات بقت حاجه واحده ومتجانسه معايا. اجي بقى للباقي اهو، انزل بقى المره دي كل المكونات بتاعتي بالشكل ده. بعد كده الكيكه بتاعتك بتقعد قد ايه في الفرن؟ بتقعد ساعه. فين؟ في حمام مائي. فين؟ في صينيه تكون مغلفه بورق الزبده او نضمن انها ما بتلزقش، او سيليكون على حسب اللي عندك. المهم يستحسن انك يا تدهنيها وترشيها بشويه دقيق، ندهنها بشويه زبده او زيت ونرشها بشويه دقيق، يا اما نعمل ايه؟ نغلفها كويس جدا بورق الزبده عشان يبقى معانا حلو. وخطوه مهمه جدا، المارينج بتاعك ضروري جدا تخفقيه كويس قوي. بصوا لما بشيل بتلاقي لون غامق عن التاني، انا مش عايزه اللون ده خالص يبقى معايا، عشان كده هجيبها كده من الجناب وارجع اعملها بالطريقه دي. بصوا دلوقتي بقى قوامها عامل ازاي اهو. بس كده هاخدها في الصينيه بتاعتي اللي هي اوريدي في حمام مائي. يا ريت تجيبوا لي صينيه عشان نعملها في حمام مائي اهو. دايما نعملها ايه؟ نعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وابتدي اعملها كده ضروري جدا. شكرا. طيب عندنا بنعملها بالطريقه دي ليه؟ عشان الفقاعات اللي جواها او الهواء اللي جواها بحاول افضيه بالطريقه دي او بالشكل ده اهو، بالطريقه دي. درجه الحراره 200 لا اقل ولا اكتر، ساعه وتبقى معاكم حلوه جدا. الصينيه دي بنسقطها في حمام مائي يبقى للنص بس كده، وندخلها الفرن تبقى معاكم كيك حلوه جدا. عندنا فاصل ولا احنا خلصنا الفواصل؟ ما عندناش صح؟ حلوه قوي. بعد ما بتطلع معانا، عقبال ما يجيبوا لنا الحاجات بتاعتنا عشان ندخلها واوريكم ازاي، بتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو انتوا عايزين تزينوها بتقلبوها، يعني بنقلبها من هنا تمام، حلوه قوي، بتبقى معانا طريه جدا. مش عايزين، عايزين نشيل الباقي. بصوا بتبقى سبونج جدا جدا جدا، طريه قوي وبترجع عادي قوي اهو. بس كده، الله عليك، بس كده اهو. طيب هقدمها انا مع ايه هنا كده؟ وخلينا نحط شويه ميه. بودرة حلوة كده أو شوية كاكاو، بودرة كاكاو هتبقى معاكم برضو رائعة جدا، بس كده لا أقل ولا أكتر. وتقدموها بالشكل ده، سفنجية جدا حلوة جدا، فريش جدا، حاجة طعمها وهمي وخطير.